بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الطلبة في الجامعة الذيقة كلية الطب المرحلة الثانية لمادة التشريح. محاضرتنا اليوم براين وايت متى اللي هي مدلة. محدثكم الدكتور رافد رمثان التميمي. مثل ما تعرفون سيبر هيمسفير يحتوي على الوايت متى، وافتهمنا احنا الوايت متى شنو فرقها عن الجراي متى. الوايت متى هي الاندرلاين ذا كورتكس، هاي تشوفونها هذا هسه الجراي متى، فهي الاندرلاين ذا كورتكس هي راح تصير الميدلة هي الوايت متى. شبيهه بها نير فايبر، تعرفون لان بالجراي متى موجوده نيرف نيوكلياس، لهذا هي تصير دائما اكثر كثافه من الوايت متى. الوايت متى شبيهه بها نير فايبر، لهذا بيدوماتي ديمايليتد لان فات، لهذا خفيف، دائما تصير اخف من طبقه الكورتكس، وبها نيور جانجليا وكذلك بها بلد فيزلز. مثل ما تشوفون شنو الفايبر اللي موجوده، الفايبر نقسمها ثلاث اقسام، اكو اسوشيشن فايبر، وعندنا بروجكشن فايبر، وعندنا كوميشن فايبر. هاي الفايبرات هذا الاسوشيشن فايبر جاي تشوفونه هسه، هذا اللون الاخضر هذا نفس الهيمسفير، يعني من نفس الهيمسفير ياخذ من مثل هاي الجايرس لهذا الجايرس، من هاي المنطقة لهاي المنطقة من نفس الهيمسفير. هسه شوف هذا، هذا مثال عين عن الاسوشيشن فايبر بين يعني نفس الهيمسفير، بينما البروجكشن فايبر كذلك نفس الهيمسفير، بس شنو ينزل لي جوا من الهيمسفير، ينزل لي جوا وين، مثلا ينزل للميد برين، للبرين ستيم، للسباينال كورد، ينزل لي جوا، هذا نسميه بروجكشن فايبر، واضح لي جوا يعطي اعازات امبلس وموتور يروح للسباينال كورد. بينما الكوميشال فايبر بين الهيمسفير يعبر عن الهيمسفير الثاني، يعني جاي تشوفونه، جاي تشوفون الخط الاسود او هنا هذا بالكورنر سكشن، جاي تشوفون شلون يعبر عن الهيمسفير الثاني، هذا نسميه كوميشال فايبر. بس احنا ناخذهم واحد واحد. الاسوشيشن فايبرز هو ديفرنت بارت اوف ذا سيم هيمسفير، يعني مناطق مختلفة in the same hemisphere. هذا بي short association fiber وعندنا long association fiber. من اسمها الشورت اللي هي those connect adjacent gyri، يعني هاي جايرس وهاي جايرس من يصير بيناتهم association، هاي نسميها short association fiber، واضح او مثال هذه. بينما اللونج association fiber those connect more ديستنس جايرس، يعني مثل هاي الجايرس جاب هي وعبر الجايرس الاخ، واضح؟ جاي يشوفون من هاي الجايرس مثل عبر الجايرس الاخ، واضح علي؟ او من هاي عبر الجايرس ديك الاخ، فهذا نسميه لونج اسوشيشن فايبر. شورت اسوشيشن فايبر يجيك لاي immediately beneath the gray matter substance of the cortex connect to the adjacent gyres، يعني مثل هذا وهذا. لونج اسوشيشن افتهمنا شنو لونج اسوشيشن. سو عندنا ب سوبيا لونجيتودينا فاسيكولاس اللي هو كونكت ذا، هذا مثال على لونج اسوشيشن فايبر، كونكت ذا فرونتا بايتا تمبا اند اوكسيبيتا لوب، يعني بين اللوبات، هذا شنو نسميه سوبيا لونجيتودينا فاسيكولاس، واضح. بينما عندنا يونسينينت فانكولاس هذا اللي هو هذا موجود، هذا الشاح يصير بين الفرونتا وبين التمبرا، واضح؟ بينما الاركويت فيسيكولاس كونكت ذا جاينس ان فرونتا تو ان تمبرا امبوتا فور لانجويج فانكشن، واضح؟ زين عندنا مثال ايضا اليه سنجيلم اللي هو كونكت ذا فرونتا اند بايتال لوب، واضح؟ هذا يتصلني الفرونتا والبايتال لوب تو ذا وين تو ذا باه هايبو كامباس، وخذنا البايو هون كامباس وين موجوده، واضح؟ هذا مثال على سنجيلم نسميه. وعندنا انفير لونجيتودينال فاسيكولاس هذا كونكت ذا اوكسيبيتال تو ذا شنو تمبرال لوب، واضح؟ وهذا يفيدنا بالفيجوال كوجنيشن. نجي خلصنا من الاسوشيشن فايبر، نجي على الكوميشال فايبر اللي هو هذا كونكت ذا كورسبوندينج ريجين اوف ذا تو هيمسفير، يعني بين الهيمسفير هذا وبين الهيمسفير هذا. ومثل ما تعرفون ذني بأربعة اللي هو كوربس كالوزم اللي هو المهم، والانتير كوميشور، والهايبو كامبا كوميشور، والبوستير كوميشور. هذا هسه الكوربس كالوزم، واضح؟
وهذا الانتير كومشر وهذا البوستير كومشر، وعندنا مثل ما تقولون هذا حيصير هايبوكامبس كومشر اللي هو كومشر او ذا فورنكس، وهاي هم نفس الحكي هذا، هذا مثل ما تلاحظون زملائنا هذا الانتير وهذا البوستير وهذا الهبنيو كومشر. نحكي على الكوربس كالوزم، الكوربس كالوزم وين موجود؟ جاي تلاحظونه هو فايبر سبج مثل فايبرس يعني فايبر كومشر فايبر لوكيتد ان ذا ديبث اوف ذا ميديان لونجيتودين فيشر، مو هذا الميديان لونجيتودين فيشر هذا يا ميديان لونجيتودين فيشر الديب مالته من الفتحه هسه هيك من فتحته ايش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا الكوربس كالوزم واضح؟ الفايبر مال الكوربس كالوزم كونكتد ذا كورسبوندينج ريجين اوف ذا تو هيمسفير، يعني نفس المنطقه اللي موجوده هنا نفسها بالمقابل منطقة except inferior part of the temporal loop، ما عدا الانفير بارت مال التمبرال لوب ما ليش لانها حصير بعيدة عليه. شو جاي يشوفون هسه هذا فونتا هذا بايتا هذا اوكسيبيتال واضح عليه واضح، بس التمبرال لوب لانها حيصير بعيدة عليه. وهذا مثل ما تلاحظون ساجيتال ام ار اي، وهذا تشوفونه هو هذا هو كوربس كالوزم، هذا الكوربس كالوزم وهاي التقسيمات مالته. الكوربس كالوزم اللي من قدام بالانتير راح نسميها فايبر لينك ذا انتير فرونتال لوب، هاي الفرونتال لوب ذني تو ايش ذا يصير يو شيب، هذا اليو شيب واضح، هاي نسميها فورسيبس ماينر انتير فورسيبس ماينر واضح. ايضا هسه هم بالبوستير هم هذا يو شيب جاي يشوفونه، هذا نسميه شنو بوستير فورسيبس او فورسيبس ميجر واضح. البات مال الكوربس كالوزم ها جاي تلاحظونه هسه هذا كشي توضيحي، هذا الماينر فورسيبس وهذا فورسيبس ميجر واضح اللي موجود بي، وهذا هو الكوربس كالوزم ينقسم الى اربع اقسام، هذا الاوستام وهذا الجينيو وهذا البودي وهذا السبلينيوم، وهاي الاقسام مالته واضحه اعتقد للاطلاع عليها يعني واحد يستفاد من عندها. كومشر هذا يا بندل اوف ذا فايبر ان ترانسفيرس ان فرونت اوف ذا انتير كومشر اوف ذا فورنكس، هذا الانتير مال فورنكس كولوم اوف ذا فورنكس فهو هاي كونكت ذا انفير اند ميدل تمبر جايس اند ذا اولفكتور ريجين اوف ذا تو هيمسفير واضح، فبالتو هيمسفير على مود يسوي اتصال بيناتهم. الهايبوكامبال كومشير هذا الهايبوكامبال كومشير باندل هو شنو؟ باندل اوف ذا فايبر ان ترانسفيرسلي بتوين ذا كاس اوف ذا فورنكس كونكت ذا تو هايبوكامبال وذ ايتش اذر واضح، هذا الكومشير جاي يشوفونه ان ترانسفيرسي بتوين ذا كاس اوف ذا هذا الكاس مالت الفورنكس وهذا الهامبر كامباش كومشور جاي يشوفونه هذا الكاس وهذا زين. بوستير كومشور اللي هو مثل ما تقول هذا باللون الازرق بوستير كومشور هي راوندد باند اوف ذا وايت ميتال، ايضا هي وايت ميتال كورسينج ذا ميد لاين اون ذا دورس اسبيكت اوف ذا ابر اند اوف ذا سيرفر اكوديك، هاي السيرفر ادوكيك هاي من اللاتر فينتيكل بعدين ناخذها ان شاء الله، لا هذا الثيرد فينتيكل من يروح للفور فينتيكل هذه الدكت نسميها سيرفر اكوديكت واضح. نجي هسه من البروجكشن فايبر، وقلنا على البروجكشن فايبر الهيمسفير نفسه ينزل لي جوا واضح، فهاي هي فايبر ان فيرتيكالي ثرو ذا سيربر هيمسفير كونسيست اوف بي كورتيكال افرنت اللي هي كونفرجنج امبلس تو ذا سيربر كورتكس اللي هو مثل ما المثال عليه مثل ثلمو كورتيكال فايبر، هذا اللي يروح الفايبر من يروح يعني من اجزاء الدماغ يصعد لفوق نسميه الافرنت،
والإيفنت اللي هو حمل الدماغ للأعضاء هي هذا اللي هو carry the impulse away from the cortex to the lower center ينزل اللي جوه واضح وهاي مثال عليها مثل corticocytic corticobulbar corticopontine cortical seva والdescending autonomic fiber وهذا أيضا مثال واضح على البروجكشن فايبر الجاي تلاحظون الامباص شلون تنزل من الكورتكس تنزل لجوا وما تجي لحد الثلاماس وتنزل لجوا مثل الميدبرين هذا الميدبرين هذا بالبونز منطقة هاي منطقة من اللوبلانجاتا وهاي منطقة السباينال كورد وهاي جاي تلاحظون هي شلون مفروشة هاي هسه الفايبر اللي مفروشة اللي هي نسميها كوناديتا وهذا الشيء هذه هاي واضحة مع الأرياف هذا البروجكشن فايبر الانتينا كبسول منطقة هي أو فايبر موجودة بالوايت متر ومثل ما تعرفون هي بندل اوف ذا بروجكشن فايبر مثال البروجكشن فايبر شلون مثل كوبس كلوزا مثال على الكومشر فايبر انتينا كبسول مثال على البروجكشن فايبر باس ثرو ذا انتيفا between the thalamus and the basal ganglia مثل ما تعرفون هاي الثلامس وهاي البيزل جانجليا فهو هذا يا هذا اللي موجود هذا هذا شو نسميه هذا الانتينا كبسول واضح وهذا يا هسه هو هذا الثلامس وذن البيزل جانجليا وهو بيناتهم هاي المنطقة شو نسميها انتينا كبسول هذا الانتينا كبسول هذا اللون أخضر واضح الانتيريور كبسول هذا اللي حكينا عليه لون اخضر بخمس مناطق انتيريلم وهذا الجينيو واضح والبوستيريلم وعندنا منطقة اسمها ريترو ريتيكولار بارت واخر شيء موجود عندنا شنو هو موجودة عندنا السب لنتيكولار بارت اللي بيلو دنتيفورم نيوكليا صح هسه هنا واضح بالنسبة للأنتيير لم كونتين شبيها يا فايبر مامي اللي هو ثلامو كورتيكا بروجكشن يعني مثل ثلاموس الكورتكس لا تكونك ذا ميديو دوسا نيوكليوس او ذا ثلاموس والجينيو كونتين شنو هو كورتيكو بالبا الجينيو واضح هذا اللي هو منطقة الجينيو بينما البوستير اللي هو هذا شبي بي كورتيكو سباينا كورتيكو بالبا وثلمو كورتيكال بروجكشن واضح تينيكولا بات هذا ايضا اللي هو هذا اتو لنتيكولا بات كونتينشن وثلمو كورتيكال بروجكشن اللي هو يا هو جينيو كالكينو كالكان فايبر وجينيكولو تمبا فايبر وصب الانتوكيو بات اللي كونتين ثلمو بروجكشن اللي هو جينيكيو تمبا بات سيتي هذا اذا تلاحظونه الوايت متى هاي منطقة هسه القليلة السوداء ليش يعني بيها فات احنا تعرف بالسيتي نتعامل ويا دنسيتي شكو شيء القوي يصير اعلى دنسيتي اكثر بياضة لهذا البون كلش قوي كثافته لهذا ابيض يصير البون واضح فلهذا الاسود هذا هواء او فلويد العفو فلويد هذا سائل فهذا منطقته بيها دي مايلين يعني فات تقريبا وايت متى وجاي يمكن تلاحظونه هنا هاي الكورتكس الجاي متى وهذا شنو هذا الوايت متى واضح تختلف اقل كثافه وتعرفون اكو شيء جديد دخل بالام ار اي اللي هو نسميه تاكوغرافي جاي يشوفون يعني هذه بالام ار اي نقدر هسه مثل كوبس كالوزم جاي يشوفون شلون يقدر يحدد الفايبر شلون يقدر يحددها شوف الفايبر جاي تلاحظون الفايبر هسه هاي هاي الكوناديت اللي حكينا عليها هذا الشيء جاي يشوفون شلون تنزل وهاي الفايبر هاي شو نسميها نسميها تاكوغرافي ام ار اي واضح هذا مثال على الام ار اي وهذا السي تي ننهي محاضرتنا اليوم معلومات بسيطة نتمنى أن تستفادون من عدها.